السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة منبر الرافدين لهذا الأسبوع. في الوقت الذي كانت تعلق فيه الآمال على هذا الموسم الماطر في العراق ليصبح بلدا مكتف ذاتيا من محصولي الحنطة والشعير، إذ بالنار تحرق الأخضر واليابس في أغلب حقول الحنطة والشعير في محافظات عراقية مختلفة. أدوات صغيرة عثر عليها مزارعون في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين تثبت أن الحريق كان بفعل فاعل، ثم تتوالى الحرائق بعد ذلك وتخرج معها التصريحات الحكومية التي تؤكد أن الحرائق تمت بفعل فاعل. لكن يا ترى من هو الفاعل؟ جواب هذا السؤال لم يأتي بعد، بل بدأت التخمينات الحكومية تخرج من هذا المسؤول وذاك، فتارة نراهم يتهمون جهات داخلية وتارة أخرى نراهم يتهمون أطرافا خارجية، بل حتى أنهم اتهم أحدهم أي المسؤولين تنظيم الدولة وحمله مسؤولية هذه الحرائق. لكن أغلب أصابع الاتهام توجه إلى الأحزاب وأدواتها، وهنا أخص بالذكر ميليشيات الحشد الشعبي. نناقش هذا الموضوع في حلقة هذا الأسبوع من منبر الرافدين بعنوان حرائق حقول القمح في عراق اللا قانون. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. ناس فقراء في الدنيا لا يهم. تعبت والله، تعبت يا أمة الإسلام. أنا بدينا أربعة دي. رجل لا يجد قوت يومه والبنوك ملأى بمليارات الدولارات من الحقوق الشرعية ومن الأموال التي تأتي إلى مقامات الأئمة. هل من العدل والإنصاف؟ بطول بعد العقبة متت أنا. من اللي دهلي والله، يعني تقبلها هسه أنا زايد من أمي 500، يعني أنا عمر راح الدورون غير الدورون الشاب يشتغل بالصيانات وينزل فلاتر، والله ينزل فلاتر. أنا متربن ترى، شوف لي نظيفين أنا. الناس فقراء في الدنيا لا يهم. طفلة صغيرة ما عندهم باص يقطعون تذكرة للدكتور. من العدل أن واحد يقف على باب المستشفى يموت وما يلاقي من يفوته على المستشفى؟ إنسان يفتقر يقلب يمينه لا عمل، يقلب شماله لا عمل. رحمة الله تعالى هو أبعد نفسه عنها. مي ما عندنا، كل شيء ما عندنا، أجرت لي بيت من طلعت من هذا المجمع. ما قدرت لي الأجر خالص 300 ألف، ما قدرت. لا يهم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي أيضا بإمكانكم أن تتواصلوا معنا، لكن بالرسائل النصية فقط لأن الخدمة غير متاح بها الاتصال مع الأسف. على العموم ننتظر مشاركاتكم للحديث عن هذا الموضوع، من المسبب الحقيقي الذي يقف خلف هذه الحرائق التي حدثت لآلاف الدونمات والأراضي الزراعية خاصة محصولي الحنطة والشعير، نظرا لأن هناك اقتراب العراق لإعلانه الاكتفاء الذاتي من المحصولين، وبالتالي من هي الأطراف المستفيدة التي ترغب بأن يبقى العراق متخلفا معتمدا على الآخرين مستوردا وليس بلدا مكتف ذاتيا أو بلدا مصدرا كأضعف الإيمان على سبيل المثال؟ على العموم انتشرت طبعا هذه الحرائق في محافظات صلاح الدين، نينوى، التأميم، ديالى، ووصلت كذلك إلى محافظة النجف. وأكثر من تأكيد الآن خاصة من لجنة الزراعة البرلمانية، هي لجنة حكومية برلمانية، اعترفت أن الموضوع تم بفعل فاعل. لكن من هو الفاعل يا ترى الذي يقف خلف هذه الحرائق؟ من هو المستفيد من الإضرار بالقطاع الزراعي العراقي؟ من هو المستفيد من الإضرار بالأمن الغذائي العراقي؟ من الذي يسعى إلى أن تتم هناك أو تنفذ صفقات معينة؟ قد تكون هناك صفقات، خاصة أن العراق في أواخر عام 2018 كان قد وقع عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استيراد القمح والأرز كذلك. طبعا هناك من يقول بأنه الموضوع حدث كذلك مع محصول الطماطم، عندما وصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي أدخلت المنتجات أو الطماطم الإيرانية إلى السوق، اكتسحت الأسواق، وبالتالي ركنت البضاعة العراقية على الرفوف إلى أن تعفنت في أغلب الأحوال. كذلك محاصيل أخرى، محصول البطيخ الذي كنا قد تحدثنا عنه قبل بضعة أيام، قضية نفوق الأسماك التي أيضا يرجح أن تقف وراءها جهات معينة مستفيدة من هذا الموضوع، لأن هناك أسماك إيرانية مجمدة تدخل إلى العراق
وهذا الموضوع بالطبع يتسبب بمكاسب للتجار القائمين على هذه التجارة وكذلك لإيران باعتبارها البلد المصدر لهذا الموضوع. على العموم دعونا نتابع بالأرقام وأرقام حكومية، هنا أتحدث عن حجم الخسائر بالنسبة للأراضي الزراعية التي طالتها الحرائق. مديرية الدفاع المدني كشفت النقابة عن إحصائية جديدة لحجم الخسائر الجسيمة التي خلفتها الحرائق المنظمة، هكذا ترى المديرية التي طالت الأراضي الزراعية في عدة محافظات عراقية خلال الأسابيع الماضية. تقول اللجنة أو مديرية الدفاع إن الحرائق التهمت خلال 3 أسابيع 7814 دونما زراعيا، فيما جرى إنقاذ 135700 دونم في جميع أنحاء العراق. يضيف البيان أن الحصيلة الجديدة لعدد الحرائق في عموم محافظات البلاد وتحديدا من تاريخ 8 أيار الجاري لغاية 28 منه بلغ 155 حادثا. طبعا الموضوع لو كان اقتصر على الأرض الزراعية كنا قد تحدثنا بألم عن خسارة العراق لهذه المحاصيل وهذه الأراضي الزراعية، لكن الموضوع طال كذلك البشر. هناك ضحايا كثر احترقوا مع الأراضي التي احترقت من مزارعين وغيرهم. ما دفع حكومة كردستان العراق إلى أن تتحدث بهذا الخصوص وتستنكر وتستهجن كذلك قضية عدم المتابعة الحكومية، الدور السلبي تحديدا لحكومة بغداد؟ معنا السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله أبو عمر، حياك الله. الله محييك الله يخليك أستاذ محمد. يقولون الفاعل مجهول. نعم. لا والله العظيم فاعل مو مجهول ولا محزن، أنا ما شفت بعيني ولا شايفه أبدا بحياتي شكله شنو، هو ذكر هو رجل؟ لا هو مو رجل زين، لكن قسما بالله العظيم هذه العصابات الشيعية الموالية لإيران هي اللي قامت بإحراق هذا. لا داعش مو دفاعا عن داعش، بالعكس أنا دائما وأبدا. عصابات سنية أبو عمر؟ أبو عمر حتى بس لا يؤخذ الكلام بمنحى طائفي، يعني الناس مو أنت مو حضرتك، لكن يقصد أنه الكلام يؤخذ ويقتطع منه وكذا. عصابات تابعة لإيران يكفي أن نقول هكذا، لأنه من الطرفين ومن الجهتين أكو توابع لإيران. تفضل أبو عمر. نعم أنت براحتك أستاذ محمد. هو هاي العصابات تابعة لإيران، هم موالين، هم أكثر إخلاصا بالعراق، أكثر إخلاصا ووفاء للفرس المجوز من الفرس هم نفسهم. أرد أقولها صريحة العبارة زين، هذا هم هذول أكثر إخلاصا ووفاء، هم هاي يعني مثل ما يقول ارتباط عندهم روحي كامل. لكن هل يا ترى راح يتم تعويض؟ وين اتباع العباره اللي غرقت؟ وين التعويضات مالتها؟ بس هذا احنا نريد نسال عليها، من حق هاي الناس ان تسال عليها. وين هسه هاي الاراضي الزراعيه اللي حرقوها الفعل هذا اللي قاموا به؟ كثير من الملفات يا ابو عمر، اين نتائج اللجان التحقيقيه منذ الاحتلال ولغايه هذا اليوم؟ كوارث حلت بالعراق، أهم هذه الكوارث هي موضوع تنظيم الدولة وسقوط مدينة الموصل، وحتى هذه اللحظة هذا التحقيق والمتسبب عن انهيار هذه المدينة وبسبب ما حدث للموصل حدث لكثير من المحافظات، حتى هذه اللحظة هذه النتيجة غير معلومة. لجان التحقيق التي تتشكل من قبل السلطة في حوادث، في كوارث وليست حوادث عادية، أين نتائجها؟ كل نتيجة مع قصدها قسما بالله العظيم، خاصة مال تنظيم الدولة هذا التحقيق. أنا ما أحسب على نوري، نوري عنده برنامج وعنده هدف وعنده منهاج يقوم به، والعصابات الأخرى وياها إيران وسوريا ولبنان يقومون بواجبهم، منهج عندهم منهج مثل ما يقول مقدس عزيز عليهم أنه يقتلون أهل السنة. المستهدف الأول والأخير هو أهل السنة. الأضرار اللي وقعت بأهل السنة ما وقعت بأحد السنة، واحد لا ينكره. لكن هذا الموضوع الذي نتحدث به اليوم، موضوع الحرائق، لا يقف عند طائفة معينة أو عند مدينة معينة. الموضوع حرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية خاصة محاصيل الحنطة والشعير في محافظات عراقية، إن كانت جنوبية أو شمالية لا فرق، لأنه فعلا الموضوع وصل إلى محافظة النجف واحترقت فيها أراضي زراعية وكذلك في محافظات غربية وسط وغيرها. فرق بين محافظات الجنوبية. أقصد الموضوع عندما يحدث خراب،
نحن نتحدث عن المسبب، نحن نتحدث عن المسؤول وعن دور السلطة في معالجة هذه الكوارث التي تحدث. حتى هذه اللحظة لم نجد دورا حقيقيا من قضية معرفة الفاعل أو قضية مساعدة الفلاح. أستاذ، بالنسبة للفاعل هو مو مجهول، هو معلوم، والله العظيم معلوم، هذا قسما يمين الله ما يعرفوا، كل زين هم اللي أرسلوا، لكن شنو السبب؟ هو يريدون يحرقون أوراقهم، ما يعرفون شلون. يقول لك مثلا السلة الغذائية للعراق من المحاصيل الزراعية، الطماطم والغير شغلات وغير شغلات، الخضروات كل أشكالها تجي من إيران، لأن إيران عليها حصار، زين حصار على إيران. يقول لك الحرطة والشعير بدل ما يستفادون معدة خلال هالست شهور القادمة لمادة الطحين مثل ما يقول الدقيق يسووه يوزعوه للمواطنين، لا خليه يجي يستورد من عندنا حرطة احنا ننطيه. شكرا أبو عمر، شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا قد انتبهتم مشاهدينا الكرام إلى عنوان الحلقة لهذا اليوم، هو حرائق حقول القمح في عراق اللا قانون. طبعا هذا الموضوع لديه أبعاد أو فيه أبعاد كثيرة حقيقة، موضوع اللا قانون. بسبب غياب القانون في العراق تفعل أو ترتكب هذه الانتهاكات والجرائم في بعض الأحيان هنا وهناك في كافة المحافظات العراقية تقريبا. غياب القانون هو الذي يسمح لهؤلاء أن يتجاوزوا على أملاك غيرهم، على المال العام، على المال الخاص بالنسبة للمواطنين، على أرزاقهم وغيرها. بسبب غياب القانون نرى هذه الانتهاكات التي تحدث، بسبب غيابه لا نرى محاسبة ولا عقاب، وإلا لشاهدنا أحدا يدخل إلى السجن أو إلى المعتقل نظرا لارتكابه جرما معينا. طبعا نتحدث هنا عن الجرائم التي وثقت من قبل منظمات إنسانية أو صحفية أو غيرها وارتكبت في العراق، انتهكت من طرف حكومي أو من طرف ميليشياوي تابع للحكومة، لم نرى أحدا من هؤلاء يحاسب. بالإضافة إلى ذلك المسؤول الذي قام بسرقة الملايين والمليارات يطلب من الانتربول الدولي يلقى القبض عليه، لكنه يطلق سراحه فيما بعد، وتابعنا أمثلة على ذلك كثيرة. على العموم في موضوع الأراضي الزراعية، اتحاد فلاحي كردستان العراق حمل الحكومة في بغداد مسؤولية سقوط ضحايا في عمليات الإحراق التي طالت الأراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها، خصوصا في مدينة كركوك مركز محافظة التأميم. معنا سيد أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم عمي، الله يساعدكم. حياك الله أبو علي، أهلا وسهلا. الله الله يرضى عنكم، اللهم احفظ العراق وأهله، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، الله يتقبل أعمالكم. تفضل أبو علي، أهلا وسهلا. الله يخليك الله يخليك. الصادق من يكذب علي مرة مرتين صدق بي، بس الكاذب اللي ما مد يوم شفت منه صدق، شلون صدقه شلون يقول احنا كذابين. السادي العزيز، العراق عليه مؤامرة. طيب يعني مثلا احنا نقدر الدولة مالتنا الامن الغذائي، نعم احنا قبل لا انصر اكتفاء ذاتي كون يحترق هذا. اثنين احنا ما عندنا امن، يا بشلون انت سوي لك داعش، سوي طلايب وبعدين فلش ودمر وبعدين اذني، يعني ما نتوقع. بعدين الشعب العراقي اذا اقول له يا اهلنا يا عراقيين. نعم ابو علي اسمعك، فقدنا الاتصال مع ابو علي. طيب فقدنا الاتصال مع السيد ابو علي، يتحدث عن كذب السياسيين والمسؤولين في العراق بعد 16 عاما من الوعود الكاذبة كما يراها العراقيون وكما يرى السيد أبو علي. لم يعد أحد يصدق أي وعد يطلق من أي مسؤول حكومي إن كان متعلقا بقضية الزراعة أو غيرها من القضايا الأخرى. والدليل الذي أثبت كره العراقيين ورغبتهم برحيل هؤلاء هي الانتخابات أو ما يسمى الانتخابات التي حدثت مؤخرا، والتي أثبتت بنتائجها بعد التزوير أنهم حتى لم يستطيعوا أن يصلوا إلى 50%. طبعا هذا بالتزوير الحكومي، النسبة الحقيقية هي متعارف عليها أقل من 20% من شارك في هذه الانتخابات، وهذا أكبر دليل على رفض المجتمع العراقي لهذه المجموعة الموجودة الحاكمة في المنطقة الخضراء. لكن كما تفضل السيد أبو علي، هناك مؤامرة تحاك على هذا البلد أو
البلد داخل في مؤامرة أصلا منذ الاحتلال، وهذه المؤامرة تقضي بوجود هؤلاء وبسيطرتهم على أملاك هذا البلد وعلى ثرواته، وأن يمنع به التقدم أو الازدهار بأي شكل من الأشكال، رغم أن موضوع الحنطة والشعير هو سبحان الله بأمر رباني، يعني زيادة الأمطار أدى إلى المساهمة في يعني تشبع هذه الأرض بالمياه، وبالتالي الازدهار بقضية القمح والشعير، لكن الأطراف الداخلية والخارجية كما تطلق عليها السلطة. عموما الاتحاد الفلاحي في كردستان العراق حمل الحكومة في بغداد مسؤولية سقوط ضحايا، وأكد أن إطلاق الميليشيات المسلحة النار على الفلاحين الذين هبوا لإخماد الحرائق التي أشعلتها الميليشيات في منطقة حفتغار بداقوق يعكس وجود ضوء أخضر وإطلاق يد لتلك الميليشيات في غياب أي إجراءات قانونية ضدهم. نستمع إلى السيد أبو علي من كربلاء مرة أخرى، أهلا بك أبو علي. ألو. تفضل أبو علي. نعم. فعلينا احنا مؤامرة كبرى، السمك، الدجاج، البيض مثل ما قلت لحضرتك. نعم. ما يصير عندنا أمن غذائي، يعني لا أمن على أرواحنا، ولا عندنا أمن على أموالنا، ولا عندنا أموال على أنفسنا، ولا عندنا أموال على بلدنا. المشكلة كبيرة، يعني إيران وأمريكا والمرجعية ترى متفقة علينا، يجوز واحد عقب على عقلي. هاي المصايب مع الإكراه طبعا، الحكومة في كردستان طبعا كيف إنه بين العراقيين على أساس هم يعني يستهزئون بالحكومة العراقية، وهم من جانب يظلمون بأخوتنا أهل السنة، نضوج من هذا ولكن مجبورين. وتتحمل هاي الحكومة الإكراد والشيعة في الجنوب بالخصوص. اسمع يا أخوي الشيعة، اسمع يا أخوي الكردي، ترى يمر عليك مرة ثانية. إذا أنت تبرع على أخوك من الغربية باكر ترى يرجع عليك مرة ثانية. خليك عراقي، لا تفكر كردي، لا تفكر سني، لا تفكر شيعي، ترى يمر عليك شرعا عرضا قانونا. انت امام الله مسؤول. والله لو كنت تقبل في نفسك هاي هذول الحشد لا شعب تأييدهم، انت امام الله مسؤول. والله الذي لا اله الا الله. رايك ابو علي من المستفيد اكثر شيء من قضيه ابو علي؟ ابو علي تسمعني؟ برأيك أنت شخصي، من المستفيد من قضية إحراق هذه المساحات الشاسعة، خاصة وأن العراق قد وصل إلى مرحلة أو كاد أن يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل؟ والله إيران وميليشياتها ومع كردستان الحكومة هم حتى يبقى. طيب شنو دور كردستان برأيك أبو علي؟ شنو دور كردستان بهذا الموضوع؟ نعم، لأن كل ما تضعف الحكومة العراقية كل ما يستدعي، يعني يريدون طلبات أكثر وامتداد أكثر. وإلا شنو معنى المناطق المتنازع عليها؟ إحنا كردستان دولة ثانية لو جزء من العراق. فكل ما تضعف الحكومة العراقية كل ما هم شنو يستفادون. بس هي وين عنصر القوة أبو علي؟ إحنا هم نتكلم منطق شوية، أين عنصر القوة لدى هذه السلطة أو الحكومة الموجودة في بغداد؟ يعني الميليشيات مستحوذة ومسيطرة، وحكم الأحزاب هو الذي يسيطر، وقوة السلاح هي التي تتكلم. أين القوة في هذه الدولة؟ ما عنصر القوة التي تمتلكه هذه الدولة أو هذه الحكومة؟ تمتلك إيه؟ ليش ما تمتلك؟ شنو بالضبط اللي تمتلكه؟ تمتلك بس القمح الشعب العراقي والتفل أوامر ولي الفقيه. نعم، هذه طيب. أنا أشكرك أبو علي. هذه ليست قوة يتم التفاخر بها، أو قوة تدعو إلى أن يتربص بها عدو مثل على سبيل المثال كما تفضلت كردستان العراق تريد أن تضعف هذه السلطة. هي سلطة أصلا منهارة ضعيفة، وهذه الأدلة التي نراها الآن في العراق، يوميا نرى كارثة تحدث من إحراق مباني، إحراق مولات تجارية بسبب صراعات حزبية سياسية، أو إحراق أراض زراعية بسبب ربما وفرة هذه المواد، والذي قد يساهم بإبعاد التجارة أو إيقاف التجارة ما بين طرفين مثل إيران على سبيل المثال، ومثل أحد الميليشيات على سبيل المثال. طبعا
هذه المواضيع تثبت ضعف هذه الدولة، انهيار هذه المنظومة التي تتحدث عنها الدولة، المنظومة الأمنية. لا توجد منظومة أمنية تسمح بوجود هذه الخروقات. معنا الرسالة من أبو حيدر ابن ديالة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي ليش هي شغلة مبينة إيران تحرق الأخضر واليابس وخاصة أهل السنة؟ أسألك سؤال، ليش بس المناطق السنية جاي تحترق؟ هذا سؤال من السيد أبو السيد حيدر من ديالة، يتساءل عن الموضوع. رسالة أخرى من أحد المشاركين أو المشاركات، حقيقة الاسم عفوا سيد عبد الخالق الناصر، يقول: نشكر قناتكم الرائعة، إلى متى هذا الحال يا حكومة الشعب العراقي المظلوم؟ تعب نفسيا وصحيا، لم نصدق أي وعود من الحكومة الفاشلة. ويقول ممكن نشر على التلفاز، نتمنى الرسالة تكون قد قرئت كما تحب يا سيد عبد الخالق. معنا السيد أبو محمد من الديوانية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو محمد، أهلا وسهلا. أخوي، حول هذا الموضوع. نعم. طبعا هي هاي مو أول سنة، هاي قبل سنتين ثلاثة صارت هاي الحالة. نعم. واللي يقوم بهالعمل هذا اللي ما وده بالإنتاج المحلي. برأيك منو؟ والله هاي الجهة اللي هي أنت سمع البرلمان، هو اللي قبل يومين كذا وجه من قال أيادي، أكو أيادي اللي تقوم بهالعمل هذا، أيادي محلية. واللي موقف المعامل، اللي موقف المعامل مالت الإطارات، مالت النزيد، مالت هذا، أنا أقول هو اللي همات اللي يتحمل مسؤولية. بعض النواب يقولون أنه تنظيم الدولة هو الذي جاء وأحرق هذه المناطق. طيب تنظيم الدولة شو وصل للنجف؟ لا ما يوصل لهنا، المناطق الجنوبية ما يوصل تنظيم الدولة، ما يوصل. زين، هذا محافظ عن 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 ميليشيا بدر، هم يذبون يسال اللوم على الحرارة مال الفيديو وعلى هذا، بس أنا أقول لا، لأن ما كانت الحنطة قبل تحترق. هاي تو صارت هاي الحالة. يعني استفادة المسؤول الموجود بالعراق هي التي تدفعه إلى حرق ممتلكات بلده في سبيل الاستفادة الشخصية. نعم هم اللي يقول لك سفينة واحدة تعادل إنتاجكم، هو هذا المسؤول. طيب وين القانون؟ وين القانون والقضاء اللي القضاء الشامخ الذي يوصف في بعض الأحيان يوصف بأنه القضاء الشامخ؟ أين هذا القضاء من محاسبة هؤلاء؟ قضاء يا أستاذ، والله مع الأسف، والله أتالي العراق مع الأسف، والله مع الأسف. يعني أنت تتفق أن العراق بلد اللا قانون؟ نعم. صحيح. أشكرك أبو محمد، كنت معنا من الديوانية. مشاهدينا الكرام، كما استمعتم للمشاركين وطبعا حتى من قرأنا رسائلهم، يعني هناك رأي إجماع تقريبا، لا يمكن الجزم بهذا الموضوع، لكن هذا ما وصلنا حتى هذه اللحظة على المقاطع التي نشرناها على القناة، وكذلك على المقاطع التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك أكثر التفاعل الذي بإمكانك أن تعرف حجم التأييد أو الرفض لما نتحدث به اليوم بالنسبة لرأي المجتمع العراقي. المشاركين الكل أو الغالبية يحملون السلطة وأحزابها وميليشياتها مسؤولية إحراق هذه المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية، وأنهم المتسببون الرئيسون أو الرئيسيون بهذه الحرائق، ولاستفادتهم ومنافعهم يقومون بحرقها، وفي ظل غياب القانون الذي يشجع على ارتكاب الجريمة ويشجع على انتهاك القانون إن وجد، فالميليشيات طبعا وكل من تسوغ له نفسه بأن يرتكب جرما معينا في العراق ويستطيع فعل ذلك بكل بساطة وبكل أريحية. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم بعد ذلك نعود لإكمال النقاش بهذه الحلقة.
الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا السيد محمد من السماوة. وبعد محمد سنعرض لحضراتكم مشاهد عن عمليات الحرق أو احتراق إحراق سموها ما شئتم بالنسبة لهذه الحقول الزراعية الموجودة في أغلب المحافظات العراقية. محمد تفضل. السلام عليكم أخي أبو جاسم، تحية. وعليكم السلام ورحمة الله. وتحية للرافدين. حياك الله أخي وعزيزي. مبروك على المواطن العراقي بإحراق الزراعة في العراق. ليش يا محمد؟ نقوم بوفاة الزراعة في العراق بعد مرض عضال وعمليات جراحية ترقيعية عديدة. توفيت راضية مرضية، وكان وفاتها صدمة للفقراء والمحرومين، فالبقاء لله وحده وعلى الله العوض، ورحم الله الزراعة العراقية. أخي عزيزي، في وطن السياسيون والمعممون يسرقون ويحرقون ويصلون ويأكلون السحت في بطونهم ويصومون ويكذبون ويخادعون ويثورون ويفسدون ويحجون ويقتلون ويستغفرون. في وطن السياسيون يستولون على عقارات الدولة وعقارات النظام السابق والأراضي المميزة في المحافظات، ويشترون العقارات الفارهة والفلل والعمارات والجزر في بلدان العالم المختلفة. أخي العزيز، ملايين المواطنين يسكنون الحواسم والعشوائيات وبيوت الطين والصفائح. وطني العراق قبلة العالم ومعلم الإنسانية ومهد الحضارات، ويا للأسف دمروا بيتك يا وطن باكر نقاض السلطان، فلشوا كل البنيان باكر نقاض السلطان، غربان سود من الشتك باكر نقاض السلطان، ومحمية أمن السلطان باكر نقاض السلطان، باكر شعبنا المنتفض باكر نقاض السلطان، دمروا بيتك يا وطن باكر نقاض السلطان، وفلشوا كل البنيان باكر نقاض السلطان، غردان سود من الشتك باكر نقاض السلطان، ومحمية أمن السلطان باكر شعبنا المنتفض باكر نقاض السلطان. وشكرا لك. شكرا محمد من السماوة. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعض المقاطع المتعلقة بقضية الإحراق محاصيل الحنطة وكذلك الشعير في أغلب المحافظات العراقية. الناشطون نتداولوا لقطات مصورة لاحتراق مساحات شاسعة من حقول الحنطة في قضاء أمرلي التابع لمحافظة صلاح الدين، حيث أكدت فرق الإطفاء أن الحريق خارج السيطرة بعد أن حصر مجموعة من العوائل والمزارعين بسبب حجمه الكبير. فنشاهد حريق في قضاء أمرلي على الشارع العام، والرياح عالية جدا، والحريق حاليا خارج السيطرة. لا إله إلا الله، هذا راح يطفي خاطر الله، الزرع هاي كلها راح تروح، لا أطفاء يلحق ولا وزير الزراعة ولا غيرهم ولا الحكومة. تم محاصرة مجموعة من العوائل وتم إنقاذهم مجموعة خيرة من أهل أمرلي الكرام، ولكن حتى الآن
الحريق مستمر والمزارع تشتعل في نار كثيف جدا. الموضوع يتدخل الى يتطلب تدخل سريع جدا ولا يوجد اي حيلة عند العوائل. نبقى في محافظة صلاح الدين. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام الآن كرة نار تدحرجت إلى منطقة حاوي العلم بمحافظة صلاح الدين. هي هاي مستمرة طبعا. هاي كلها سروق كلها. معنا السيد ابو ياسين من ديالى، تفضل ابو ياسين. حياك الله. حياك الله اخي محمد. اهلا وسهلا. محمد انا ما اقدر لا حكومه ولا احزاب ولا ميليشيات من هاي العمليات اللي جاي تستهدف في العراق. وانا احمل المسؤوليه كامله احملها الى امريكا وحلفاء امريكا. يعني من جلسه الامانه هي راحت كلها لمصلحه ايران. طبعا هي بالمناسبه محمد مو بس هذه، هي قبل هذه السنوات السابقه قاموا المتنفذين يستوردون شنطه ايرانيه ويدونها بمناطق زراعية ويسوقونها حنطة عراقية، لأنه هي أصبحت أردى وأرخص في العراقية البضاعة الإيرانية، فيجيب من إيران مثلا ب 400 يسوقها الدولة ب 800، هذا كله تدمير اقتصاد الشعب، شوفوا محمد هم ضربوا عصفورين بحجر واحد. يا ريت أرخص في بعض المنتجات يا أبو ياسين، هناك منتجات أصلا إيرانية أغلى من المنتج المحلي وأردى بكثير. محمد هاي سابقا هسه لو تجي بدياله الخصم اللي اصبحت ايران تدهور تدهور كامل، بدياله هسه عندنا نسبه 50% تنزيل لان بس بشر البضاعه طلع من عندي اني، فاليوم انا اقول لك الحنطه يجيبونها ايرانيه ويسوقونها عراقيه، شوف هذا الاحتيال، فمن اقول لك شوف هم ضربوا عصفورا بحجر واحد، هم تجوع الشعب وتدمير اقتصاد من استعاش ايران. اليوم محمد الاحزاب بالواضح هي اصبحت الاحزاب الشيعيه تريد تزيد هيبه ايران بالمنطقه بالكامل، لان يحلمون هذا الحلم. ومحمد مثل ما تحدث الاخ ابو علي من كربله على اقليم كردستان، احنا ما ماشي ما يمكن العام كتر اكبر سوق لايران في السليمانيه، كبات الدار السليمانيه، التجاره الايرانيه في السليمانيه واضحه، هذا كله تدمير الشعب العراقي. لان نشوف اللي من قبل بالسابق بالنظام السابق محمد صار 12 سنه الحنطه هي اكتفاء ذاتي للشعب حصه كامله، اللي شفت ليش ممكن مع هذا التدمير هذا؟ حتى محمد احنا هسه برمضان يوم 22 برمضان يعني استلمنا ماده الطحين وهذا هسه جاي يعرقون باقي المحاصيل. ابو ياسين انا اريد اسالك، حضرتك من دياله ولكن حاليا متواجد في دياله في المحافظه؟ نعم نعم بدياله. طيب اريدك تبقى وياي على الهاتف، دعونا نتابع مشاهدينا الكرام مع السيد ابو ياسين. قرية أم الحنطة في مدينة جلولة بمحافظة ديالى، هذه القرية كذلك كانت على موعد مع الحرائق التي اتهمت كثيرا من المساحة الزراعية فيها. كانت هذه ما شاهدتموه الآن، طبعا كانت هذه معدات وأجهزة التقطها مزارعون في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، استخدمت في حرق الأراضي الزراعية التي كانت موجودة في مدينة تكريت تحديدا. دعونا الآن ننتقل إلى قرية أم الحنطة في مدينة جلولة بمحافظة ديالى. أربعة كلهم قاطع محروق. هاي مال من جاي؟ ما ادري. يا ياسين علي عمي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ابو ياسين تابعت؟ نعم.
نعم اخ محمد حضرتك قريب كنت من هذه الاماكن ولا بعيد؟ شهدت شيء من هذا من هذه الحرائق ولا نعم استمعت نعم فقط؟ محمد انا متابع بس شوف محمد هسه اليوم ترى الفقر بزياده مو طبيعي وهذا كله على السيول والامطار ثق بالله عندنا شحت وياه بزياده مو طبيعيه والله العظيم حتى مي شرب ما حدنا يكفينا بعدين انا اشوف هذا الحال اللي صار به بالالاف انا لسه اشوف البرلمان اللي يقول الدوله الاسلاميه انتم مو اصدرتوا بيان النقد يعني معناته القضاء على الدوله الاسلاميه هاي علم يعني يتعبون مشاعر الناس خلينا بموضوع الزراعه هو الزراعه محمد هو الزراعه من تحت الزراعه وقبلها الثروه الحيوانيه والثروه السمكيه وين موقف المرجعيه وين موقف البرلمان وين موقف الحكومه هذا كله يصب لمصلحه ايران محمد موقفهم بشنو يا ابو ياسين يعني موقفهم بشنو ما الذي يستطيعون ان يقدموه يعني سلطه تنفيذيه بيد عادل عبد المهدي وبرلمان يرى هذا الخراب ومرجعية ترى هذا الدمار والخراب يوميا تقريبا على مدى 16 عاما يعني إلى متى يبقى التفرج فقط والمشاهدة لهذه الكوارث التي تحدث متى يبدأ التدخل محمد الذب اليوم أنا هسه اليوم عندي رسالتين اليوم الذب اليوم على الشعب وحده من عدين والشعب هو يكتفي فقط مال رفحه المفروض يسوي ثوره عالمه هاي الاموال الجاسوع الرفحه واللي ما يتم رفحه للشعب هي معناتها الغوغاء اللي دمروا دمروا المؤسسات الدوله والسلطه الرساله الاخرى اليوم محمد هذه خلي اتحدث عن سنه العراق اليوم الجوامع على السنه تقص وتبلع بالمنافقين انت من جاي تقيم بالجامع انت دينك مباح ووطنك مباح وعرضك مباح تحت الهيمنه الايرانيه يعني يفترض كل جامع به تسميه او 200 مصلي شو من تغريب يعني ما تشوف اي تطور في العراق ماكو لا من الحكومه ولا واليوم انت من سالتني هذا السؤال محمد زين المرجعيه تدرك هي الاول والاخير وين موقفك مع المرجعيه؟ مرجعيه ايرانيه يعني اليوم يردون المرجعيه والحكومه دعم ايران يعني انت اليوم يجيبون لنا حصه من ايران يستوردون من ايران ليش الفلاح العراقي شو وبعدين يا محمد ترى مو بس مساله تعويض الفلاح هذا كل الشعب جاي ينحرق يعني قلت لك اليوم 22 برمضان يا اسلام الطحين يعني وين واصفوا الشعب؟ الشعب هو الساكت ما يعني على سكوتك شنو؟ هاي تقول اللي غزها العراق واليوم التصحر يعني قام يزداد زراعه قامت يحرقونها يعني نسمع انه ضاربين اقراص أشكرك أبو ياسين شكرا جزيلا وضحت الفكرة نقرأ رسالة السيد مبروك من الإمارات يقول تحية لصوت الحق الناطق بمعاناة العراق تهنئة لكادر قناة الرافدين والعاملين فيها أيضا هيئة علماء المسلمين وللأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري يرسل التهاني سيد مبروك عموما يقول بالخصوص موضوع الحرائق حرائق القمح المستفيد منها جارة السوء إيران لأجل مصالح الإضرار بالآخرين وعدم الاستفادة من كل هذا الخير للعراقيين واستغلال من الحكومات التابعة لجارة السوء إيران لمصالحها لأن حرائق القمح تتسبب بخسائر في جميع أنواع المحاصيل كالقمح والحنطة وغيرهما ويلحق الضرر بهذا القطاع الحيوي في العراق والمنطقة ككل وجبت محاسبة كل متورط بهذه الأفعال فهناك في العراق لا وجود لقانون يلاحق المتورط بكل الأفعال التخريبية يجب أن يوجد قانون يحاسبهم لأن العراق هو عراق لا قانون الحل الوحيد لانتشار البلد إزاحة طغمة الحكم طيب احنا ذكر السيد مبروك وجبت محاسبة كل متورط بهذه الأفعال حتى هذه اللحظة يعني تكشف المنظمات المحلية المدنية إن كانت صحفية أو غيرها وتكشف القنوات الفضائية طبعا قناة الرافدين ليست لأن يعملوا بها بس هي هذا معروف للجميع لمن يشاهد ويتابع موضوع كشف الملفات وكشف المفاسد والانتهاكات والجرائم هو أصلا مبنية القناة على هذا المنهج وغيرها من المنظمات الإنسانية والدولية التي تحدثت عن جرائم وانتهاكات وكثير من هذه الجهات أشارت بشكل كبير إلى متهم بعينه وحتى هذه اللحظة لم نرى أحدا يحاسب من قبل السلطة الموجودة حاليا أو السابقة أو من سبقتها طبعا وغيرها هناك كثير من الانتهاكات والجرائم التي حدثت صنفت على أنها جرائم وفي بعض الأحيان جرائم حرب صنفت من قبل منظمات حقوقية إنسانية دولية كذلك لم نرى أحدا يحاسب عليها عمليات الإعدام على سبيل المثال طبعا حتى لا نتعمق بهذه الفكرة ولكن كفكرة مبدأ أو مبدأ محاسبة بحد ذاته
عمليات إعدام ميداني نفذت واعترفت شهادتها الأمم المتحدة أحرجت فاعترفت بهذا الموضوع أيام حكومة حيدر العبادي، وذكرت بأن هناك إعدام ميداني نفذ من قبل قوات ترتدي الزي العسكري، إن كانت حشد شعبي، ميليشيات تابعة لكنها تابعة للقوات الحكومية، نفذت إعدامات ميدانية في مناطق في محافظة نينوى. لم نرى أحدا من هؤلاء خرج إلى العلن يحاسب، لكن عندما تكون هناك فبركة تخرج بعض القنوات الفضائية الحكومية تقوم بعمل برنامج كامل عن الإرهابي الذي قام بهذا العمل وهذا التفجير، لكن المسؤول الذي تثبت عليه سرقة مليارات الدنانير أو الدولارات لا نراه على هذه المحطة، ولا نراه في هذا البرنامج، ولا نراه يحاسب أو يعاقب. كيف إذن يمكن أن يحاسب الفاسد أو المنتهك أو المجرم في العراق بجريمة ارتكبها أو انتهاك ارتكبه؟ يعني حتى هذه اللحظة لا توجد وسيلة واضحة للمواطن العراقي لكي يثق بهذه السلطة بأنها سلطة فيها قانون وفيها حق وفيها استرداد للحقوق. قانون غائب، والدليل ما نراه الآن هذه الانتهاكات والجرائم التي تنفذ أكبر دليل على غياب القانون في العراق. وجود ميليشيات بحد ذاته هو غياب لهذا القانون، سواء كانت ميليشيات هذه منضوية ضمن الجيش أو الشرطة أو غيرها. هناك معروف لدى العالم هناك قوات حكومية رسمية بمسميات معينة، لكن أن تخرج ميليشيات تنتشر في هذا البلد وتثير المشاكل والخرائب هنا وهناك، إذن أنت في بلد غائب عنه القانون. موضوع الحنطة والشعير، هذه المحاصيل الزراعية ليست الأولى التي تحدث في العراق، وليست قضية زراعة فقط، هناك قطاعات كثيرة أخرى موجودة في العراق تعاني من هذه الانتهاكات وهذه الأعمال التخريب التي نشاهدها بين الحين والآخر في العراق، إن كانت تتعلق بالثروة الحيوانية أو الزراعية أو الصناعية، حتى بالنسبة للمصانع والمعابل المهجورة المتوقفة التي يراد لها أن تتوقف في بعض الأحيان. أبو مصطفى من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، بالنسبة للحراية هي أكثر شيء إيران وراها والميليشيات، هناك أيضا أمريكا تنسي، لأن هي التجارة دعت تصير للعراق هي إيرانية أمريكا، التنافس اليوم الإيراني الأمريكي هذا كله. هناك بعض الناس اللي أنفسه ضعيفة طبعا، الميليشيات أكثر شيء، الجزيرة إحنا ندري شوف العين، أما الميليشيات اللي يحرقون طبعا هذه بثمن مدفوع لقدام. أول شيء اللي دا يعملها هو عراقي للأسف، نقول عراقي للأسف، لكن أحد ذيول المجوس، حتى لأن السنة إنتاج الحبوب بالعراق قوية كلش، راح تفيض عن حاجة البلد، تجي حاجة تفيض إذا تحصل كلها بصورة سليمة لا يصير بها حرائق. فالاستعمار المجوسي الصهيوني الأمريكي ينظر العراق راح يكتفي ذاتيا عن الحبوب، فشلون يمولون صفقاتهم التجارية من ناحية الحبوب وكل المواد حتى لغيره وغيره وغيره وغير. احنا هذا اليوم صار لنا عمر وياهم 15 سنة كل تحركاتهم نعرفها زين، حتى اللي أصبح العامل البسيط الراعي البلفلات همين دلج داعي يسوون ذولا، والأكثر شيء الإيرانيين توهم بدأوا هسا يدقون ناعم يدين يفتحون علاقاتهم ويا الدول العربية، عم تعين الدول العربية إذا تلبيها بطلب وإذا تلفيهم، يعني مثل الحية الأفعى الأفعى العمية الإيرانيين، خدمة شلون يقول عند الكرب شلون تفتح الأنظار أو يشوف دربه شلون يقولون. فهذول اللي مجوس ما بهم أمان أبد، هم واليهود نفس الصفة، يعني مجيور بالعراق اليوم من تخريب وانتهاكات وحرمات كلها المجوس، لو لا المجوس الصهاينة ما قدروا يخزنوا القدس، ما قدروا يلعبون بالدول العربية، ما قدروا يتبددون على حساب الأمة العربية. لكن احنا التاريخ يذكر دائما كل ما تتحرك دولة إسلامية تصير قوية إيران تكون خنجر مشموم خاصرة هاي الدولة. وعلى سبيل المثال حتى نقول الدولة العثمانية أيام زمان عندما وصلت فيينا وحركت بن جاي طبعا باتفاق مع اليهود، هم ما مو إسلام، حقيقتهم المجلس مو إسلام، تصرفاتهم مو إسلامي. أنا أشكرك أبو مصطفى لأن الوقت شرف على الانتهاء، وضحت الفكرة، إيران هي التي تقف خلف هذه الحرائق. وأضيف على كلام السيد أبو مصطفى من الموصل بالنسبة لحديثه عن الدور السلبي للعرب،
في التعامل مع الملف العراقي وتركهم لإيران تصول وتجول في العراق. لولا تركهم لإيران لما وصلت هذه التهديدات إلى مناطقهم إلى حدودهم، عبرت حدودهم ودخلت إلى الداخل كما نرى في قضية اليمن الآن، قضية سوريا كذلك، وقضايا أخرى عربية تتعلق بترك العراق بهذه الطريقة وعدم الاكتراث له ولملفه، بل يغيب في كثير من الأحيان الملف العراقي. يعني قد نقول بأن هناك ضغوطات أقوى من هذه الدول التي الدول العربية التي طبعا من واجبها الأخلاقي الإنساني الديني والقومي كذلك أن تتدخل من أجل إنقاذ العراق من الهيمنة الإيرانية والسيطرة الإيرانية عليه. لكن مجرد اعتراف الدول العربية بسلطة فاسدة كهذه التي تتواجد في العراق هو يعني هو ظلم للشعب العراقي بكافة أطيافه وشرائحه، نظرا لأنه هو الذي يعاني من فاسدين يحكمون في هذا البلد، وفاسدين ليس بحديثي أنا كمقدم برنامج أو بحديث قناة فضائية أنطق من خلالها، بل هو حديث الشارع العراقي الذي عرضنا لكم كثير من هذه المقاطع التي تثبت حديث المجتمع العراقي أنه يعيش في دولة عبارة عن غابة. وكما قال وائل عبد اللطيف القاضي بحديث سابق له بأن شريعة الغابة هي التي تسيطر على العراق، غابة، أنت تعيش أيها المواطن العراقي في الداخل تعيش في غابة تسيطر عليها الميليشيات ويسيطر عليها لا قانون، غياب القانون هو السمة الرئيسية لهذا البلد. وبالتالي إن كنا نتحدث عن الانتهاكات أو إن كنا نتحدث عن الكوارث التي تصيب العراق كبلد جغرافيا أو كمجتمع هي تأتي بسبب غياب هذا القانون وبسبب تركه لإيران ومن معها من أدوات كانت سموها ما شئتم، أدوات، ذيول، توابع، أيا كانت تسمية هؤلاء الذين يتواجدون في العراق والذين يتحدثون بالطبع طبعا الآن عن فداء إيران بدمائهم وبسلاحهم وبأموال العراقي والعراقيين إن دخلوا في حرب مع الولايات المتحدة. هذا هو لسان حال قادة وزعماء الميليشيات الموجودين في العراق، وطبعا الضحية الوحيد هو المواطن العراقي الذي يقطن في هذه المنطقة أو تلك التي تتواجد فيها هذه الميليشيا أو تلك، والذي يعاني بالطبع هو وعائلته وأفراد أسرته من الحكم الغائب، حكم القانون الغائب، وكذلك من حكم الميليشيات السائد في العراق. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.